مولد صرح زكوي ولد عملاقا، أنشأه نبع الخير المغفور له بإذن الله الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، ودعم متواصل من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يحفظه الله، والفريق أول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. في سنة 2004 كانت البداية، والبداية من حيث انتهى الآخرون. إطلاق المشاريع. ومن مرحلة الدراسة والتأسيس تبدأ الانطلاقة، وتنطلق معها مشاريعنا الرائدة. مشروع أجر وعافية، صحتهم أمانة، مشروع اقرأ، مستقبل الغد. المنح الجامعية، الأمل، مشروع الغارمين، حياة جديدة لهم ولأسرهم، وغيرها من المشاريع الخيرية والاجتماعية التي تعتني بالفقراء والمساكين. وتتسارع وتيرة الحياة وتتواكب معها خدماتنا من خلال رؤية عصرية تواكب القرن الحادي والعشرين. اختياراتنا عديدة لتأدية الزكاة. الصراف الآلي ATM، زكاة موبايل، موقعنا الإلكتروني من أجلكم نبحث كل جديد. صندوق الزكاة، أهلاً وسهلاً. يسر في التعامل. ابتسامة عند الاستقبال. سرعة في المراجعات. نحن منك ولك. حصد الجوائز. التميز. اجتهدنا فتميزنا. ومعكم نحلق في سماء الإبداع والتميز لتقديم كل ما هو جديد لخدمة فريضة الزكاة، ولتستمر مسيرة العطاء مع صندوق الزكاة. رؤية عصرية لفريضة شرعية.